بسم الله والابن الروح القدس اله واحد امين. ياتي الحد الرابع يا اخواتي من شهر بابا بمعجزه مهمه جدا في حياه المسيح له كل مجد صنعها في مدينه تدعى نين. في هذا اليوم المبارك نجد رئيس الحياه ينتقل الى مدينه نين، مدينه الجمال، المدينه المفرحه، مدينه الشمس، لكي ينعم بالحياة لشاب ميت وحيد لأمه. ومن خلال هذه المعجزة ينقل إلى الإنسانية كلها وينقل إلينا في هذا الصباح أن المسيح جاء لكي يخلصنا من الموت، الموت الذي بسببه قبل مجيء المسيح كان العالم كله حزين وتعبان، ولكن من خلال هذه المعجزة ينقل بالفكر وينقلنا كلنا إلى الحياة الأبدية. القصة زي ما حضراتكم سمعتها وكلكم عارفينها، المسيح له كل مجد في الغد من المعجزة اللي قبل دي وهنتكلم عنها كده سريعا. يقول راح مدينة تدعى نين، وبعدين راح معاه تلاميذه وجمع كثير. على باب المدينة لقى ناس تبكي يحملون ميتا من اجل دفنه خارج المدينه. كان الشعب اليهودي يخلي المدافن بره المدينه لان بيعتبروا ان البادي بتاع اي واحد ميت ده نجاسه. شوفوا قد ايه الموت كان بالنسبه لهم فكرهم للموت. المسيح له كل مجد صعب عليه هذا الموقف، وخصوصا وهو عارف بكل امور حياتنا، عارف ان هذا الانسان هو وحيد لامه، وهذه الام كانت ارمله، وده الانسان اللي بيعولها، فكانت تبكي بكاء غير عادي. ايضا الناس صعبانين عليهم، هتعيش ازاي، هتعمل ايه؟ فالمسيح قال لها لا تبكي بقوه، ثم تقدم ولمس النعش. أول ما لمس النعش الحاملون للنعش وقفوا كما لو كان في حاجة كده وقفتهم. وبعدين قال أيها الشاب لك أنت أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم. معجزة من المعجزات اللي تظهر لاهوت السيد المسيح لكل مجد زي ما قلنا. وإذا كان في بعض الأمور في الكتاب المقدس نشوف إن المسيح عطش بكى، ولكن ده بيوضح لنا ان المسيح لاهوت كامل وناسوت كامل، واصبح عجينه جديده لاهوت وناسوت مع بعض بغير اختلاط. يعني ما فيش اي ماده منهم تاثر على الثانيه ولا تغيير ما تغيرهاش. الضعف ما يغيرش من قله اللاهوت، ولا اللاهوت يقوي الضعف البشري، واصبحت عجينه جديده زي ما بنقول في اخر القداسيه زي ما قلنا في الاذى الانجليزي. قبل القصة دي على طول في إنجيل لوقا الأصحاح 7 نجد شفاء عبد قائد المئة، وبعدين أقامة ابن أرملة نين، وبعدين رد المسيح على سؤال المعمدان لتلاميذه أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ كان يوحنا مسجون وبعت اتنين من تلاميذه يسأل المسيح هل أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فالمسيح رد عليهم قال لهم العم يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمساكين يبشرون. يبقى مين هو ده اللي يعمل كده؟ الشيء الغريب ان المعجزه دي ما ذكرهاش غير انجيل لوقا، ويبدو ان انجيل لوقا علشان جاب قصه يوحنا المعمدان فكان عايز يبرهن لتلاميذ يوحنا المعمدان ان هو ده المسيح ابن الله، لان الموتى يقومون بكلمه من فمي. برضو الترتيب بتاع الكتاب المقدس ما بيجيش كده اعتباطا، ده من الروح القدس. قبليه على طول شفاء عبد قائد المئة، وبعدين يقول كلمة مع أول الآية دي أو مع أول المعجزة دي، ولما صار الغد. غد إيه؟ تملي أول ما نشوف كلمة الغد في الكتاب المقدس نعلم عليها وندور كده ونقول دي القيامة، اليوم الثامن. 8 رمز للقيامة، 7 الإنسان،
ستة الإنسان، آسف، سبعة الراحة، وسبعة يجي بعدها القيامة مباشرة، الحياة الأبدية. يبقى إذن لوقا البشير لما كتب الغد عايز يقول لنا أن القيامة من الأموات مش مجرد قيامة أجساد، وزي ما قلنا أكتر من كده من مرة، المسيح في الكتاب المقدس قوم ثلاثة والثلاثة دول ماتوا تاني. طب ما هو الفكرة لو هو موت بشري موت جسدي، طب ما كان قوم كل الناس بالجسد، أو ما كانوش دول يشوفوا الموت، لكن دول ماتوا تاني. طب قومتهم ليه يا رب؟ قال قومتهم لأسباب عاطفية وأسباب جسدانية. الثلاثة كانوا محتاجين ان هم يقوموا علشان عيلتهم او لأسباب تاني او لأسباب ظروفهم. لكن الأهم من دلينا احنا انه عايز يوضح القيامة، عايز يوضح ان الموت الجسدي ده انتهى، ما بقاش له اي أهمية بالنسبة لحياتنا. علشان كده في العهد الجديد تلاقي الكلمة اختلف من جهة الموت، نقول ده انتقال، نقول ده راحة، ما نقولش عليه ابدا، ما نسموش ابدا موت. واذا كنا بنقول عليه موت من اجل بس ان احنا نفهم العالم ان احنا فاهمين ان هو موت جسدي، ولكن الروح لا تموت بعد المسيح مقام بالاموات. يبقى النهارده هنا الموضوع مش موضوع جسد، لكن عايزين ناخده بالمفهوم الروحي. هو ايه؟ هو اقامه من بين الاموات روحيا. والمسيح امتى اقامنا من بين الاموات؟ حتى قبل ما نتولد في قيامته، واشتركنا معاه في صلبه وقيامته في معموديتنا. عشان كده برضه انا قلت اكثر من مره في الموضوع ده، كل ما تيجي سيرته لازم نحفظ العقيده وشكل الطقس اللي بيفهمنا كلمات الكتاب المقدس. كل الناس بتموت مره واحده. طب السؤال، احنا مستنيين نموت؟ احنا اوريدي متنا. متنا فين؟ متنا مع المسيح في القيامه، وبعدين شاركناه في المعموديه لما متنا في المعموديه. عشان كده احنا متنا خلاص. عشان كده الانسان المسيحي القوي وايمانه القوي في ربنا ما يخافش من الموت. يخاف من الموت الخوف الطبيعي. يقولنا ازاي يعني خوف طبيعي؟ يعني حاجه انا ما اعرفهاش. زي واحد يجي يقول لك انت هتروح مكان معين، مكانه مكان حلو جدا بس انت ما تعرفوش، فتلاقي نفسك قلقان طول الليل. يعني ما نسافر مثلا في اي مكان، ما احنا بنروح نهفن، بس ليه بنقلق؟ القلق الطبيعي طبيعي، ده القلق الطبيعي. لكن القلق اللي غير طبيعي في الموت الانسان المسيحي، يبقى انسان غير مسيحي وانسان غير مؤمن. لان المسيح اوريدي قومنا خلاص، وانت اوريدي موت في المعموديه في المسيح يسوع له كل مجد. يبقى اذا الموت لا يؤثر فينا يا اخوتي، والانجيل ذكر اكتر من معجزه للموت بهذا المفهوم. يبقى عندنا الكونسبشن ده ان احنا لازم نفهم ان الموت خلاص انتهى. زي ما احنا اتفقنا من اول سنه التوتيه، من اول السنه دي قلنا ان احنا هناخد تاملات. كنا زي فاتت ماشيين شويه عقيده كده، لكن النهارده السنه دي عايزين نبسط الامور. انا عايز اتخيل المنظر بتاع النهارده، المسيح وتلاميذه. ولما اقول المسيح يعني بقول الحياة، ولما اقول التلاميذ يعني الكنيسة. المسيح جوه كنيسته ماشيين، المسيح الحياة، ولقى الموت، شاف الموت على باب المدينة. شاب مع امه واهل المدينة يبكون. طب دول لما يختلطوا ببعض يطلعوا ايه؟ تملي اي مادتين او اي حاجتين لما يختلطوا مع بعض القوي هو اللي يأثر. طب مين اللي اقوى؟ المسيح وكنيسته في قوته وفي الكلمه الذي يقولها فتخرج من فمه حياه، ولا الموت والخطيه والشيطان؟ لا، اكيد المسيح. الحياه تتمثل في شخص المسيح يسوع له كل مجد. هو قال ايه؟ انا هو القيامه والحياه، أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي وإيه؟ ولو مات فسيحيا. هتقول لي يا أبونا طب ما كل واحد بقى يعيا نطلب المسيح يقومه. أقول لك لا، مش ده الهدف، لأن ده انتقال للحياة الأخرى، الحياة الجميلة. لكن يقول أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات، يعني إيه؟ يعني الموت خلاص ما بقاش له أي تأثير على الإنسان. القديس بولس يقول دي الحياة هي المسيح، والموت هو إيه؟ ربح. ربح إزاي؟ في المسيح يسوع الموت هو ربح. ربح، انت بتربح، بتربح حياة ابدية. كنا امبارح بنتكلم على حياة ابدية وقلنا السماء ممكن نشوف فيها ايه. اذا يا اخواتي لما بنقول المسيح حياة، يبقى المسيح بيساوي الحياة، المسيح هو الحياة. السؤال اللي عايزين نتكلم فيه قبل ما نخش برضو في بعض التأملات، ليه الانسان بيفضل الموت عن الحياة؟ ليه الإنسان متشبث بالموت، متشبث بالخطية، متشبث بالعالم؟
تقول لي يا بونا الانسان ضعيف والانسان ارضي، ايوه كلام صح، وكلنا خطاء، ايوه، ومين فينا بلا خطيه، ايوه، والصديق يسقط ويقوم 77، ايوه، لكن فين جهادك؟ ربنا مش هيطالبك انت ليه متشبث بالعالم ولا انت ليه في الخطيه في اليوم الاخير، ولكن هيسالك سؤال واحد، انت ليه ما مسكتش في الحياه علشان الحياه والكنيسه والمسيح والكنيسه ينتصروا على الخطيه والموت؟ ليه ما جاهدتش؟ ويمكن كذا واحد يجي يقول يا ابونا ما انا بجاهد، ده انا زهقت من جدر الجهاد. لا، هي دي بقى المشكله، ما تزهقش. هو الانسان ده ما خطيش تاني؟ لا، خطا، لكن في قيامه، في قوه، في قوه الروح القدس. فايه اللي بيحصل؟ انه كل ما بيسقط بايه؟ بيقوم. عشان كده ربنا احد القديسين قال ربنا عمره ما هيسالك يقول لك انت ليه خطيت، لان لو قال لك كده هتقول طب ما انت كل اللي حواليك من القديسين في السماء كلهم اخطاء، مين فيهم، مين حوالي المسيح في السماء ما اخطاش؟ حتى تلاميذه بطرس، اندراوس، فيلبس، ضعفه، كلهم اخطاء. لكن السؤال هيسالك يقول لك ايه؟ انت ليه ما قمتش؟ ليه ما تبتش؟ ليه ما جهدتش؟ هو ده السؤال. عشان كده النهارده عايزين نتامل في ثلاث حاجات بسرعه. الشاب والمدينه، الشاب وامه، الشاب والمسيح. الشاب والمدينه، المدينه تدعى نايين، المدينه العالم، واسمها ليها اكتر من معنى، شمس يعني نهار يعني جميله، لكن الشمس دي شمس ارضيه غير شمس المسيح، غير السماء، الشمس اللي مش عمرها تطفي، النور اللي مش ممكن يطفي، الشمس العالم بيجي بعديه ليل. شفنا مدينة من المدن حتى ولو اسمها الشمس، مدينة جميلة، ما يجيهاش ليل؟ ما شفناش أبدا الموضوع ده. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عايزين نقول إيه؟ يعني عايزين نقول المدينة دي العالم، إن مهما الإنسان كان مبسوط لكن يجي في الآخر تبص تلاقي فيه حاجة جواه تعباه. اسأل أي إنسان غني، اي انسان مبسوط، اي انسان فرحان بحاجه ما فيهاش ربنا، عشان بس الناس ما تقولش يا ابونا هو انتوا ككنيسه بتقولوا لنا ما نشتغلش ما بقاش معانا؟ لا، ما بقولش كده، انا بقول كل حاجه ما تجيش فيها نعمه ربنا، فيها اسم ربنا، صدقني هتتعبك، صدقني مهما كانت شكلها جميل، مدينه دود عنايين، لكن هذه المدينه كان فيها ايه؟ كان فيها موت. طب فين الاسم الجميل اللي فيها؟ اسمها كده، اسمها اهو، العالم شكله جميل، زي ما نروح نتفسح في مدن جميله، ما لا اقول ذكر اسماء، مدينه فوق كده 4 أو 3 ساعات ناس تروح، جميله جدا، ما جميله، جميله في المباني وجميله، لكن في الخطيه. طب هات لي واحد راح المدينه دي وقعد اكتر من يوم وغلط وفرح، مش هتلاقي، لان الفرح مش في المسيح، الفرح في ايه؟ في الخطيه. النعمه اللي جات لك دي، اسف مش هقول نعمه بقى، الفلوس اللي جات لك دي مش من ربنا، عشان كده تتعبك. الورث اللي انت سبته لاولادك وعمالين يتخانقوا عليه مش من ايد ربنا، عشان كده بقى سبب مشاكل. الحياه اللي انت عايشها في بيتك، بيت جميل على جبل، على ليك، على اي حاجه، كل بيوتنا حلوه، بس حلوه ليه؟ اسال نفسك، دود عنايين ولا لما تقابل فيها المسيح مع اول المدينه بقت فعلا جميلة، جميلة فرحه. شوف هنا الحزن تحول لفرح بمين؟ بالمسيح. وكان على فكرة ممكن الحزن يتحول لفرح من غير ما يقوم، ما في، احنا النهاردة في ناس كتيرة بتنتقل جوانا بيبقى فيه سلام، منين جه السلام ده؟ لان هؤلاء الافراد بتوع الاسرة اللي انتقل ده في المسيح، فاهمين يعني ايه المسيح، يعني ايه قوة الحزن يا اخواتي، واي شيء مش في المسيح يصبح غير جميل، واي شيء جميل في المسيح يبقى جميل، يبقى حلو. هل احنا في مدينه دود عنايين لكن لمسها المسيح، فيها المسيح، حتى لو كانت كنيسه؟ طيب ممكن يبونا ممكن كنيسه ما فيش فيها ساكن فيها المسيح، ما فيهاش محبه، فيها تعب، فيها قلق، فيها راعي ما بيهتمش برعيته، ورعيه تتكلم على الراعي وهكذا، وناس تتكلم على بعض. طب ايه ده، فين ربنا فيها دي؟ ما احنا بنشوف كنايس كتيره في اوروبا وغيرها بقت مزار. كان في ابونا من الابهات الجميل جدا، لما راح اوروبا وبعدين لقى سانتا صوفيا، جميله كنيسه رائعه، سانتا صوفيا القديسه الجميل،
طب بعدين قال لهم طب انا بنفسي اعمل قداس، ممكن اجرب؟ لا لا لا، دي مش بتاعت قداسات، دي بتاع الصلاه. امال ده مزار اهو، جميله شكلها جميل، لكن في الاخر اصبحت ايه؟ مزار. احنا عايزين كنيسه جميله بايه؟ بالمسيح، بالخدمه، بالمحبه. يعني بقول لك حتى لو كنيسه، بيوتنا مش عايزين المباني. صدقوني يا اخواتي، صدقوني، لما انا بتكلم في الموضوع ده بفتكر ناس كتيره قاعدة تحت السلم وفيها شكر غير عادي، وناس أغنية مفيش شكر. إيه الفرق؟ الفرق إن أنا متقابله مع المسيح حتى على باب المدينة، على باب بيتك. افتح، دخل المسيح جواك، حياتك تتغير، حياتك تتغير من الجمال الشكلي والجمال الاسمي للحقيقة، الجمال الحقيقي. رقم اتنين، الشاب وأمه. كل أمل واحدة في الحياة وكل أمل واحد أب أو أم في الحياة، ابني، ولادي. يقول وكان ابن وحيد لأم وأرملة ملهاش غيره، كل أملها في هذا الإنسان. بتصلي من أجل ابنها، صاحية صبحة، نايمة، أكلت ما أكلتش، شربت ما شربتش، دراسة، ال 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 ال. طب وبعدين في الآخر هذا الانسان راح، هذا الانسان راح. لما حطت املها في المسيح، ايه احنا تملي بنهتم باي حاجه. كنت لسه بقول لشمس الكلام ده، غير روحياتنا. نحاول نصلح من هذا المفهوم. يعني لو واحد عنده مذاكره شويه يجي على الكنيسه، لو واحد عنده مشوار، طب معلش يعني الكنيسه، طب ليه ما جيتش على اكلك، على شربك، على اولادك، على خدمتك في بيتك؟ ليه؟ اشمعنى؟ اشمعنى ربنا؟ ربنا طيب، ايوه طيب، بس بعدين في الاخر انت هتقوى كده ازاي؟ كل حاجه ابني ابني ابني، طبعا هنا الابن مرمز، كل حاجه اللي في بالك، الشغل، الولاد، طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا ما بقولكش ما تهتمش، بالعكس احنا بنقول لكم اهتموا باولادكم، ايوه يطلعوا ناجحين، لكن في الاخر ربنا رقم واحد، وهذا كله ايه؟ يزاد لكم. ما تخافش، اللي هيحصل هيحصل. اعمل اللي عليك وسيبهم، اعمل اللي عليك وسيبهم. اوعى تحب حد اكتر من ربنا في هذا العالم، لانه غير مضمون. كنت لسه بقول لحد من قرايبي، الواحد يزعل من بره ما يزعلش من جوه، لان الدنيا فيها بنسمع ده تعبان وده مريض وده عنده عمليه وده على وشك الموت وده، طب وبعدين؟ ايوه من بره احنا عاطفه، مين قال ما نقدرش؟ بنبكي وبنزعل، ازاي؟ يعني احنا يعني صعبان على الناس دي، لكن في الاخر ايه؟ في ربنا. ربنا ربنا اذا اراد كن فيكون. فانت اهم حاجه ايه؟ صلي لربنا من اجل ولادك، ايوه صلي، لكن من اجل رقم واحد حياتهم الروحيه. رقم واحد حياتهم الروحية، رقم اتنين بقى هذا كله يزاد لكم. قول زي ما انت عاوز تقول. يقول لي تلاميذه الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي، ايه ده؟ واحنا بيقول لنا كده لحد النهارده، الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي، واحنا ما طلبناش يا رب، ده احنا عمالين نطلب. بس بتطلب ايه؟ الذي يزاد لكم. اطلب روحيات، اطلب الاهم، اطلب الكبير، اطلب الميراث، اطلب الابدية، السماء. زي واحد ملياردير كبير جدا يقول له ابنه عايز ايه؟ يقول عايز سندوتش فول. ايه يا ابني ده؟ انت عبيط؟ يا ابني اطلب، اطلب. يقول لك ان عشقت عشق امر، مش كده؟ انت ما بتطلبش ايه؟ عايز بيت، عايز عربيه، عايز يسر عليك في الماديات، دي كل حاجات يزاد لكم. اطلبها، بس اول حاجه اطلبه اولا ايه؟ ملكوت الله. الشاب وامه يعلمنا ان اي اب واي ام او اي انسان حياته حاجه معينه ارضيه ما تضمنش، مفيش حاجة على الأرض تضمن. رقم ثلاثة وأجمل شيء، الشاب والمسيح، اسم المسيح له كل مجد. شوف حنان المسيح، يقول لك الغد القيامة، إدانا القيامة، إدانا قيامته، إدانا الأبدية، إدانا حياة. يقول لك لما رآها تحنن. يقول لك وأنا بس ربنا تحنن بس ما عملش المعجزة، إيه المعجزة يا حبيبي اللي مستنيها؟ واحد يشفى؟ ما تخشش في أمور ربنا، إحنا بنصلي. تقولوا ليه يا رب؟ دي الست كانت لسه جايه اول امبارح لبنتها وربنا افتكرها. ليه يا رب كده؟ يقول لك ربنا تحنن. يعني ايه تحنن؟
خد الموضوع بعمق روحي. انت عارف كان ايه اللي ممكن يحصل؟ انت كان عارف ممكن ايه اللي يحصل؟ انت عارف ايه اللي بكره يحصل ايه؟ هو ربنا بيدبر امور حياتك، بس اهم حاجه تكون واثق في ربنا. ربنا تحنن مش علشان قوم الميت بالجسد، لكن قومه بالروح. ربنا تحنن لما الصلب، يروح يقول لك منها وفين المعجزات؟ يقول لك كل شايفه ده مش معجزات، هي الخليقه الحلوه دي مش معجزات. ليه احنا عايزين معجزه دلوقت؟ ما هو ربنا خلق العالم بمعجزه، ربنا الصلب وتجسد بمعجزه، سر ربنا قام بالاموات بمعجزه، هي دي المعجزه اللي عايشين عليها. ليه بتنسى دي؟ اللي حصل لنا الواحد وما ما شوفيش، ربنا مش عايزه، ربنا عايزه، ربنا محتاجه. ليه اخذ ده؟ ربنا عايزه. انت هتقول ليه؟ هتخش في امور ربنا؟ هذا الانسان، هذا الله ضابط الكل، اللي عارف بكل امور حياتنا. المسيح قوم ثلاثة، اشمعنى دول؟ في احتياج، لكن في نفس الوقت عشان ايه؟ يدينا مفهوم من ده، ان المسيح يتحنن على خلقته كلها. الله يحب العالم كله، عايز العالم كله يخلص، عشان كده بيحركنا اللي في ايد ربنا. في حاجه في ايدينا احنا، وفي حاجه في ايد ربنا. اللي في ايد ربنا وكل امور حياتنا في ايد ربنا بتدبير منه، لكن في حياه، في حياه انت اللي بت ايه؟ انت اللي بتول عليها، انت عندك الاراده بتاعتها. المسيح لأ كل مجد قوم ثلاثه يدونا فكر من الموت للحياه الابديه. بنت مشرفه على الموت، كانت لسه هتطلع الروح، والمسيح ايه؟ يقومها. واحد لسه خطيه، لسه الخطيه بيفكر، يقول لا روح اعترف. طب اذا انتظر شويه ربنا برضو يتحنن. يجي النهارده يتحنن على ايه؟ على شاب وحيد لامه بقاله ساعات، لك انت في الخطيه، طب انا هتحنن عليك، انا قمت وانت قوم معايا، بس ايه؟ توب. ويجي العازر بعد كام يوم؟ 4 ايام. ايه ده؟ ده الخطيه بقى يعني ايه؟ يعني سويته سوي، يعني مفيش فايده منه. لا في فايده. ليه في فايده؟ اذا ربنا تحنن، الشاب والمسيح، انت والمسيح، انت والمسيح، ما تخافش من حاجه. عشان كده لما يجي ام ولا اب يقول لك ابننا بعد شويه عن ربنا، هو في المسيح؟ ما تخافش، هيرجع. انت بس صلي له، انت بس صلي، الكنيسه تصلي له، محدش من ولادنا ابدا يضيع ما دام في المسيح، ما دام الشاب اسم ابنك وقبليه او بعديه المسيح. مش الارمله والمسيح، مش الشاب، اسف، مش الشاب والمدينه، مش الارمله والميت والمدينه، لا، الشاب والمسيح، انت واسمك المسيح. اسمك، اسمك بيدل على قوتك، انت اسمك مسيحي، يبقى انت فيك المسيح وقوه المسيح. الله يدينا قوه ونعمه وكل مجد دائما الى الابد، امين.